السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مغربية من إنجلترا. الوصفة ديال اليوم وصفة من وصفات عيد الأضحى، هي التقلية أو الدوارة مشرملة بالطريقة المغربية. تجي أكثر من رائعة وبتتبيلة جد جد مميزة اللي كتخليها تجي لذيذة. ما تنساوش ضغطوا على الزر الأحمر للمشاركة في القناة، وديروا لايك، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. تابعوني نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات، غادي نحتاجوا للدوارة مقطعة إلى قطع صغيرة كيف ما كيبان لنا في الصورة. بالنسبة للتوابل، كيف ما هو معروف على التقلية أو الدوارة كتحتاج مجموعة من التوابل. غادي نحتاجو واحد الكمية من القزبر والمعدنوس، تقريبا 2 ملاعق كبار مقطعين، واحد البصلة كبيرة مقطعة إلى قطع صغيرة. غادي نحتاجو ملعقة كبيرة مملوءة مركز طماطم، واحد نصف حامضة مرقدة أو مصيرة. وغادي نحتاجو واحد راس كبير ديال الثوم، عندنا ملعقة ديال الملح، وملعقة كبيرة فلفل أحمر حلو أو تحميرة، وملعقة صغيرة ديال الإبزار، ملعقة صغيرة خرقوم، ملعقة صغيرة سكنجبير. غادي نحتاج شوية ديال الزعفران، شعيرات الزعفران الحر، واحد شوية ديال السودانية أو الحار، وملعقة صغيرة ديال الكمون. وغادي نحتاج اليازير للتنسيم. عندنا واحد الكمية ديال الزيتون الأخضر بدون عظم، وغادي نحتاج زيت الزيتون. بالنسبة للطريقة جد سهلة، ناخدو طنجرة عادية، ممكن نستعملو طنجرة الضغط. أنا هنا غادي نستعمل طنجرة عادية، ونوضعو على التوالي البصل اللي قطعناه إلى قطع صغيرة، ونضيفو جميع التوابل، ونضيفو نصف حامضة مرقدة أو مصيرة اللي قطعناها إلى قطع صغيرة، وناخدو الثوم ونطحنوه تقريبا 1/8 ديال الفصوص ديال الثوم. كيف ما هو معروف التقلية أو الدوارة كتاخد لنا واحد الكمية كبيرة ديال الثوم. من بعد نضيفو نصف الكمية ديال القزبر والمعدنوس، تقريبا واحد الملعقة كبيرة، ونضيفو نصف ملعقة ديال مركز الطماطم، ونضيفو الزيت تقريبا كاس صغير ديال الزيت، 50 ملل ديال الزيت فقط. من بعد نوضعو طنجرة فوق النار، النار اللي غادي تكون متوسطة. من بعد نضيفو كمية من الماء الكافي فاش غادي يطيب لنا هاد الطبق، ونسدو عليه حتى يبدأ يغلي، ونقصو النار شوية ونخليوها يطيب حتى يتشرب من الماء اللي فيه، تقريبا واحد ساعة ونصف مدة الطهي ديالو.
من بعد ما تشرب الماء اللي فيه تيصبح على هاد الشكل. وفي الاخير نضيف الكمية اللي عندنا ديال زيت ديال الزيتون، ونضيف الكمية ديال القزبر المعدنوس اللي بقات لنا، ونضيف مركز طماطم. نضيف عصير ليمون تقريبا واحد الملعقة كبيرة عصير ليمون اللي كيضيف واحد اللذة خاصة لهذه الوصفة. ونخلطوا هاد المكونات مزيان ونقلبوهم حتى يتشحروا واحد 5 ديال الدقائق. والطبق ديال الدوارة أو التقلية بالطريقة المغربية تيجي بهذا الشكل، تيجي رائع ولذيذ وبمذاق جد مميز. نتمنى أنكم تجربوه. ما تنسوش شاركوا في القناة، ضغطوا على الزر الأحمر للمشاركة في القناة، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. ديروا لايك وإلى فيديو قادم إن شاء الله.